السلام عليكم، اهلا بيكم يا سنه رابعه. معانا النهارده الدرس الثاني في مفهوم عن الوقود، المفهوم الثاني بالمحور الثالث. بس في البدايه كده حابه اشكر حبايبي الطلاب واولياء الامور اللي بيتفاعلوا معانا باللايك والكومنت والشير لزمايلهم. يلا بينا كده سريعا ندخل في الدرس بتاعنا. ومعانا دلوقتي نشاط رقم 4 بعنوان انواع الوقود. بيقول لنا هنا يا سنه رابعه ان بينقسم الوقود حسب طريقه تكوينه الى نوعين. عندي حاجه اسمها وقود حيوي ووقود حفري، وده بيبقى حسب ايه؟ حسب طريقة التكوين بتاع الوقود نفسه. يعني مثلا عندي هنا الوقود الحيوي ده هو وقود بيتم انتاجه منين؟ من الكائنات الحية زي النباتات وبعض المواد الاخرى. لكن الوقود الحفري ده هو وقود بينتج من ايه؟ من تحلل بقايا النباتات والحيوانات، يعني من الكائنات اللي ماتت خلاص، اللي عاشت على الارض منذ ملايين الايه؟ السنين. يبقى نقول تاني عندنا نوعين من الوقود، وده بيكون حسب طريقة تكوينه. عندي وقود حيوي من اسمه كده بيتم انتاجه من الكائنات الحية، وعندي وقود حفري بيتم انتاجه من تحلل بقايا النباتات والحيوانات اللي عاشت على الارض منذ ملايين الايه؟ السنين. طيب تعالوا في البداية كده نتكلم بالتفصيل عن الوقود الحيوي. بيقول لي هنا الوقود الحيوي ده بيعتبر من مصادر الطاقة المتجددة. يبقى نقول تاني الوقود الحيوي من مصادر الطاقة الايه؟ المتجددة، التي تتجدد بمعدل اسرع من معدل استهلاكها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول لي هنا الوقود الحيوي ده اللي هو بيتم انتاجه من الكائنات الحية، ده وقود بيتم انتاجه بطريقة سريعة جدا، يعني بيتم انتاجه بمعدل اسرع من معدل استهلاكه، يعني مش هيكون فيه عجز اطلاقا. تمام كده؟ طيب بيقول لك هنا سمي الوقود الحيوي بهذا الاسم ليه؟ لان هو بيرجع في الاصل الى الكائنات الحيه زي ما قلت لكم من اسمه كده. وعندنا هنا يعتبر ضوء الشمس هو المصدر الاول لتكوين الوقود الحيوي. نقول تاني ضوء الشمس هو المصدر الاولي لتكوين ايه؟ لتكوين الوقود الحيوي، بحيث ان هو ضوء الشمس ده بيزود النبات بالطاقه الضوئيه اللازمه عشان النبات ده ينمو. تمام كده؟ نقول تاني عندي هنا نقول ايه؟ ان ضوء الشمس هو المصدر الاولي لتكوين الوقود الحيوي، لان هو اللي بيزود النبات بالطاقه الضوئيه اللازمه للايه؟ للنمو. لان عندي هنا زي ما احنا عارفين طبعا النباتات بتستخدم ضوء الشمس في عمليه البناء الضوئي اللي من خلالها بتصنع ايه؟ غذائها منها. وعندي هنا من امثله الوقود الحيوي اللي هو الخشب. الخشب ده يعتبر اقدم وقود حيوي، يعني اقدم وقود حيوي، ولا يزال يستخدم بكثره في العالم كله. يعني احنا لحد دلوقتي بنستخدمه، هو من اقدم انواع الوقود الحيوي ولحد دلوقتي بنستخدمه، اللي هو ايه؟ قلنا الخشب. عندنا كمان حاجه اسمها الفحم النباتي. الفحم النباتي ده بيصنع منين؟ برضو بيصنع من الخشب، وهو من انواع الوقود الحيوي المهمه جدا. عندنا كمان الوقود الحيوي السائل. والوقود الحيوي السائل ده بقى بينتج ازاي؟ بينتج من تحويل بعض النباتات زي العشب ورقائق الخشب والايه والذره، بنحولهم لوقود حيوي ايه؟ سائل. طيب لما يقول لي عندي هنا علل، يعتبر الوقود الحيوي من أمثلة الوقود المتجددة. ليه الوقود الحيوي ده من أمثلة الوقود المتجددة؟ يعني اللي ايه؟ اللي معدل انتاجها أسرع من معدل استهلاكها. هنقول له ليه؟ هنقول له لأن الوقود الحيوي ده يتجدد باستمرار مع نمو النباتات. يبقى كل ما النباتات بتنمو كل ما بيتجدد استمرار ايه؟ انتاج الوقود الحيوي ده، ومعدل تجدده أسرع من معدل استهلاكه. طيب لما يجيب لي سؤال تاني ويقول لي لماذا ينبغي ترشيد استهلاك الوقود المتجدد؟ ليه احنا المفروض نرشد استهلاك الوقود المتجدد ده؟ هنقول لك هنا ان الاسراف في استهلاك الوقود المتجدد بيؤثر سلبيا على البيئه. يعني هو مش معنى ان هو متجدد ومعنى ان هو بيتم انتاجه بشكل اسرع من استهلاكه اننا نزود من استخدامه، لا، انا المفروض نرشد من استهلاكه لان هو ليه اثر سلبي جدا على البيئه. فمثلا احنا بنحصل على الخشب المستخدم كوقود حيوي من قطع اشجار الغابات. يعني انا عشان نجيب هنا الوقود الحيوي زي الخشب مثلا بنضطر ان نقطع اشجار الغابات، فده برضه بيؤثر سلبا على البيئه. هنقول لك هنا ان الاشجار دي بتستغرق وقت طويل جدا عشان تنمو سنتيمترات كل عام، بنيجي احنا في لحظه ونقطعها، وده بيعني ان هو بيلزم اكثر من عمر انسان واحد عشان يكتمل نمو شجره ايه؟ واحده، فده طبعا بيؤثر سلبا برضه على البيئه. وبيقول لنا هنا كمان ان عمليه قطع الاشجار باستمرار ديت بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ازاله الغابات. تمام كده؟ يبقى احنا لو فضلنا نقطع في الاشجار دي الغابات دي هتنتهي تماما ومش هتبقى موجوده. يبقى احنا
هنطلع بإيه من الكلام ده؟ هنطلع بإن الاعتماد بشكل دائم وبشكل مستمر على الخشب كمصدر وقود هيؤدي في النهاية إلى إزالة الغابات، مما هيتسبب وقتها في آثار سلبية على البيئة. فعشان كده لازم نرشد استهلاك الخشب بشكل لا يؤدي إلى إلى نفاذه. تمام كده يا سنة رابعة؟ طيب تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل عن الوقود الحفري. احنا اتكلمنا عن الوقود الحيوي، تعالوا بقى نتكلم عن الوقود الحفري. طيب بيقول لنا هنا الوقود الحفري ده من مصادر الطاقة غير المتجددة، اهو يبقى في فرق. الوقود الحيوي من مصادر الطاقة المتجددة اللي بتطلع لنا باستمرار، لكن الوقود الحفري من مصادر الطاقة غير المتجددة، بحيث ان ترديدها وانتاجها ده ما بيكونش بشكل سريع وما بيكونش بسهولة. تمام كده؟ يبقى يعتبر الوقود الحفري من مصادر الطاقة غير المتجددة، بحيث ان هو مش ممكن يتجدد او ينتج بسهولة، وبيستهلك بمعدل اسرع من معدل تكوينه. تمام كده؟ يعني احنا بنستهلك الوقود الحفري بشكل بشكل اسرع من من تكوينه. والوقود الحفري ده سنة رابعة بيكون اتكون لنا من ملايين السنين، يعني علشان يبدأ ان هو يطلع لنا وقود حفري تاني بيبقى محتاج ملايين السنين تانية، صح كده؟ يعني مثلا لو عندنا هنا بقايا بعض النباتات والحيوانات المدفونة تحت الأرض، لو اتعرضت لضغط وحرارة الملايين السنين تحت سطح الأرض، وقتها تتحول لوقود لوقود حفري. بسبب ايه بقى؟ بسبب تحلل البقايا ديت بفعل الحرارة والضغط زي ما قلنا، وتتحول لوقود حفري في النهاية. وعندنا هنا نوع الوقود الحفري ده بيختلف تبعا لنوع البقايا المتحللة. ازاي يعني يا مس هدير نوع الوقود الحفري بيختلف بناء على نوع البقايا المتحللة؟ هقولك مثلا عندنا هنا ان الفحم ده من الوقود الحفري، وده بيتكون من تحلل بقايا النباتات الجافة. تمام كده؟ بعد ما غطاها مئات الامتار من الطين والصخور. نقول تاني، يبقى احنا عندنا هنا نوع الوقود الحفري بيختلف بناء على بناء على نوع البقايا المتحللة. يعني مثلا عندي هنا الفحم، الفحم ده ماله؟ بيتكون من تحلل بقايا النباتات الجافة. لكن النفط والغاز الطبيعي ده بيتكون من بيتكون من تحلل بقايا الحيوانات البحرية القديمة بعد موتها ودفنها سريعا بعيدا في قاع المحيط. تمام كده؟ يبقى نقول تاني، الفحم بيكون اتكون من تحلل بقايا النباتات الجافة، لكن النفط والغاز الطبيعي بيكون من تحلل بقايا الحيوانات البحرية. وبكده نبقى احنا عرفنا ان نوع الوقود الحفري بيختلف تبعا لنوع البقايا المتحللة. طيب يا سنة رابعة، لما يقول لي علل يعتبر الوقود الحفري من مصادر الطاقة غير المتجددة، هنقول له ليه الوقود الحفري ده من مصادر الطاقة غير المتجددة، يعني اللي مش بتتجدد باستمرار ومش بتنتج بصفة مستمرة؟ هنقول له هنا لان هو بيتم استهلاكه بمعدل اسرع من تكوينه، زي ما قلنا لانه يستهلك بمعدل اسرع من تكوينه اللي بيستغرق ملايين السنين، وبالتالي يمكن ان ينفد مع الاستهلاك المستمر. تمام كده يا سنة رابعة، تعالوا بقى ننتقل مع بعض على نشاط رقم 5. نشاط رقم 5 سنة رابعة بعنوان النفط والماء. بيقول لنا هنا ان النفط والماء دول بيعتبروا من الموارد اللي بتستخدم لانتاج الطاقة. يبقى النفط والماء هما الاتنين بيستخدموا في انتاج في انتاج الطاقة. طيب في البداية كده سنة رابعة تعالوا نتكلم عن النفط. النفط ده بيتم استخراجه من اعماق الارض، وبيتكون على مدى ملايين السنين لان هو من الوقود الحفري. تمام كده؟ عندنا هنا بيكون ازاي بقى؟ بيكون كالاتي. اول حاجة ان الكائنات البحرية مثلا ماتت واستقرت بقاياها في قاع المحيط. تاني حاجة البقايا ديت اتغطت سريعا بطبقات من الرواسب والصخور. تالت حاجة ضغطت طبقات الرواسب والصخور ديت على البقايا، يعني ضغطت عليها كده وغطتها بشكل كامل. في النهاية هتتحول البقايا ديت بفعل الضغط الهائل والحرارة مع مرور الزمن الى الى نفط. طيب تعالى نطبق الكلام اللي احنا قلناه ده على الرسمة اللي عندنا. قلنا اول خطوة عندنا هنا موت الكائنات البحرية زي الاسماك كده، هتموت عندنا في قاع المحيط وهتستقر البقايا بتاعتها في في القاع بالصورة دي كده. تمام؟ هتبدأ بعد كده البقايا بتاعت الاسماك الميتة دي هتغطيها طبقات من الرواسب والصخور. هتبدأ بعد كده الرواسب والصخور دي تضغط على على البقايا ديت، وفي النهايه هتبدا تتحول البقايا ديت بفعل الضغط الهائل والحراره مع مرور الزمن، هتتحول في النهايه الى هتتحول في النهايه الى نفط يتم استخراجه. تمام كده؟ طيب احنا عندنا شويه مفاهيم غير صحيحه شائعه، تعالوا نعرفها.
البعض سنة رابعة بيعتقد ان الوقود الحفري ده مصدره عظام الديناصورات او حفريات الحيوانات العملاقة، ولكن في الحقيقة ان مصدره بقايا الكائنات البحرية والنباتات الجافة. يبقى نقول تاني، بيعتقد البعض ان الوقود الحفري هو مصدره بس عظام الديناصورات او حفريات الحيوانات العملاقة، ولكن في الحقيقة زي ما احنا شرحنا كده ان مصدره بقايا الكائنات البحرية والنباتات الجافة. طيب تعالوا نتكلم عندنا هنا تاني حاجة عن الماء. بالنسبة للماء هنا سنة رابعة بيقول لنا هنا لأن النفط ده مصدر طاقة غير متجدد. يعني ايه غير متجدد؟ قلنا يعني استهلاكه بيكون اكتر من ايه؟ اكتر من انتاجه. بيبدأ يبحث الانسان عن مصادر طاقة تانية متجددة زي ايه؟ زي المية. تمام كده. يبقى نقول تاني، نظرا لأن النفط ده هو مصدر طاقة غير متجدد، بيبدأ ان الانسان يبحث عن مصادر طاقة ايه؟ متجددة، قلنا مثل الماء. طب لما يجيب لك سؤال ويقول لك يجب التعامل بحرص مع الماء فلا ينبغي اهداره او تلويثه على الرغم من انه مصدر متجدد، بالرغم من ان المية ديت مصدر متجدد، الا ان احنا لازم نحافظ عليها. ليه يا ترى يا سنة رابعة؟ هقول لك هنا لان احنا ما نقدرش نعوض المية دي بسرعة. ليه؟ لان المية ديت علشان يبدأ نعيد استخدامها تاني، لا بتمر بمراحل كتير جدا وتمر بفلاتر كتيرة علشان نبدأ ننقل المية دي تاني. تمام كده. يبقى نقول تاني لاننا قد لا نستطيع تعويضه بالسرعة والمقدار كمان الكافي اللي احنا نكون محتاجينه. وبكده سنة رابعة نكون احنا خلصنا درسنا النهاردة. استنوني ان شاء الله الحصة القادمة نكمل منهج العلوم مع بعض على خير. وكانت معكم ميس هدير بهنسي من قناة بديل الدرس.